أشكركم على الحضور لتغطية هذا الحدث التاريخي، طالما أن هيئة المحامين بالجريدة تحتفل يومه السبت 12 فبراير 2022 بتدشين دار المحامي هاته التي نقف داخلها، ولعل هذا اليوم يعتبر عاصمة للمحاماة بالمغرب، لأن نادي المحامين الشباب يستضيف اجتماع مكتب فيدرالية المحامين الشباب بالجديدة، وكذلك هيئة المحامين بالجديدة تستضيف اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بفندق بيلمان. أشكركم على الحضور لتغطية هذا الحدث المهم الاستثنائي الذي سيبقى راسخا في ذاكرة المحامين المنتمين لهيئة الجديدة. شكرا لكم مرة أخرى. أنا رسول الله وآله وصحبه الأستاذ محمد الشتوي، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة سابقا والرئيس الأول لمحكمة السناف بأسفي. لقد جئت اليوم من أجل مشاركة هيئة نقابة هيئة المحامين بالجديدة بافتتاح هذا الصرح الجميل المتعلق بدار المحامي. وطبيعة الحال مشاركتنا جاءت باعتبار أننا نعتبر هيئة المحاماة والمحامين بصفة عامة جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة، وما دمنا كلنا ندخل في إطار منظومة واحدة فبطبيعة الحال لا بد أن نشارك هذه الهيئة في أفراحها، ونتمنى لها التوفيق والنجاح كما نتمنى التوفيق والنجاح لباقي نقابات هيئة المحامين بالمملكة المغربية الشريفة. وأشكر الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.